بسم الله ما شاء الله، السمنة وجمل ما شاء الله، زي ما قلت لك الطريقة ما شاء الله. زبدة عادية من المحلات بتاع السوبر ماركت، تحط عليها شوية مية، كوباية مية اللي هي مج بإيدي صغيرة، وشوية لبن عادي أي لبن، لو حتى عندك زبادي حط واحدة زبادي مع المية مع الزبادي، وعندي عاوزة تحطي ملح حطي حاجة بسيطة عشان بعد كده هتتعملي بها تستعملها في سكريات يعني بسبوسة كنافة حاجات جميلة. عاوزة تحطي اوكي، اللبن ده هينام في القاع يعني ينزل في القاع، بعد كده السمنة هتروق بقى وتسيح وتلاقيها بيضة ما شاء الله، شوية زيت اهم كده بقى تبقى طعمها ما شاء الله وطعمها خطير ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. الله الله، حبيت اوري لكم بس عشان لسه بدأت تسيح، لما تسيح خالص ايديها هينام ينزل في القاع، ينام في القاع الرغاوي دي هتبقى مرت. وبعد كده تحط عليها ملح وتحطها في جردل كبير، وتحط لبن بقى كله عاوزة تكبرها لازم تحط لها لبن، لبن وملح بس ما تحدقيش، او ملح وشطه بس ما تكونش حراق، او لو انت بتحبي المش حراق خلاص بس بس ما يبقى حراق او مش هتعرف تاكليه يعني عادي، لازم تكون شطه حمراء ما تجيبيش لون ما تحطيه، لا لازم شطه طبيعي عشان تخلي المش جميل وما يبقاش فيه حاجات دود او سوس او حاجات وحش، هي الشطه بتحميه من كل حاجه. الله الله، شفتها ما شاء الله، شوفي شوفي الجمال تغلي يعني فور، لازم تكون حلة واسعة عشان ما تفرش على البوتاجاز. الله الله الله، سمعنا الصوت. الله 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 الله، ما حطيتش لسه مالحة، ممكن احط لكم احط بسلة ايديها. الله 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 الله، الجمال شوية صغيرين بس شمال، لان هو كده كده هينام في القاع يعني مش هتبقى حادقة يعني. وبعد كده بعد المرتة دي تحط على ملح وتحط هو تحطها تحط عليها لبن وتقلبيه، وحطها في جردل، وبعد كده تجيبي شطة طبيعية شطة عادية ترش خضرة وتنشفيها، أو خضرة وتغسليها وما تحطها عادي عادي تحطها خضرة يعني ترش عادي بس اغسلها ونشفها، ما تحطهاش مبلول عشان ما يعفنش او يدوب، لازم تكون ايديك ناشفة. ماما تيجي طول ما تطلع تجيب جبنة او بجيب معلقة زي دي لان انا تكيف شوية، او بمغرفة اخد المغرفة الطبق واطلع بيه واللي عملتي اقول لك جبت بالمغرفة، انت انت كسرت الجبنة كلها. حبيبتي ماما بتضحك معايا عشان ما بحبش احط ايدي في الحاجات دي. الله الله، سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله 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 الله، الجمال الجمال. لو مش عاوزة تقلب مش مشكلة، بس معايا ما أنا ما رأيش حاجة أقلب عشان أخلصها وأنزلها، ولازم تقضي عليها عشان ما تتحرقش بسرعة، معلية شوية دي اللي بتغلي دي وعاملة صوت دي المي لحد ما تنشف خلاص. الله 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 على الجمال، الله الله على الجمال. إذا أحط شوية لبن كمان حط ما أحطش أي لبن طرش. بسم الله الرحمن الرحيم، إيه رأيكم؟ كله فيتامين وكله بروتين وحاجات جميلة. الله 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 على الجمال، صلى على الحبيب العدنان. الله 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 الله، السلام عليكم يا أستاذة بركات. محدش هيقول لك الطريقة دي لأن أنا أصلا طريقة أنا اخترعها ومألفاها، حطيت لبن هو أنا بنحط اللبن الحليب بس، هو أي لبن لازم تحط، ما عندكش حليب حطي لبن، ما أنت اسمه اللبن إيه رايب أو زبادي، اللي في الدول التانية حطوا زبادي أو لبن رايب ده أو لبن عادي يعني أي لبن موجود في البيت، وعاوزة تسيحي سمنة وتعمليها زي ما بعملها ده. هذه طريقة جميلة وسهلة، كوباية مج مية عند كوباية لبن أو شوية لبن بزيادة يعني لبن مش هيعمل لك مرت، كل ما تحط